متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد. في البداية أعزي أهلنا في ولاية تمرست على الحادث المرور المؤلم الذي وقع صبيحة اليوم، أودى بحياة 34 مواطن نتيجة اصطدام حافلة بسيارة. أعزي أهالي الضحايا ونقول إن لله وإن إليه راجعون وعظم الله أجركم. في البداية دعونا نتكلم قليلا عن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى الصين والتي ما زالت مستمرة، تقريبا هي اليوم الثالث من الزيارة، وما رأيناه وما سمعناه حقيقة شيء يفرح ويسعد القلب. الدبلوماسية الجزائرية تسير بخطى واثقة، الدبلوماسية ليست عدوانية. هذا الشيء اللي لاحظته أنا في خرجات الرئيس أو حتى في خرجات وزير الخارجية. الدبلوماسية الجزائرية إلى هذه الساعة ما لا تريد المشاكل، وليست للحشد ولا لا، هي كلها خرجات دبلوماسية من أجل إعمار الجزائر ومن أجل اقتصاد الجزائر. شفنا كمية كبيرة جدا من الاتفاقيات التي أبرمت ما بين الرئيس عبد المجيد تبون وبوتين في موسكو، وأيضا تابعنا جملة من الاتفاقيات المهمة جدا ما بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس الصيني. ولكن خلوني نقرأ لكم أهم الاتفاقيات التي كانت ما بين البلدين. حقيقة شيء يدعو إلى الفخر ويدعو إلى الاعتزاز. بلادنا تسير نحو المستقبل بخطى واثقة، ولما رئيس الجمهورية قال بأنه هذه السنة سوف تكون سنة إقلاع اقتصادي، أعتقد أنه هذه من ضروريات ومن مشتملات الإقلاع الاقتصادي. فنشوف قائمة الاتفاقيات التي أبرمت. أولا اتفاق على التعاون بين الجزائر والصين في مجال النقل بالسكك الحديدية، وهذا أمر رائع. احنا عندنا الآن الحمد لله شبكة السكك الحديدية ممتازة. يعني خلينا قبل ما نحكي على السكك الحديدية، احنا البلد تقريبا الوحيد في إفريقيا، احنا وجنوب إفريقيا ربما ومصر، اللي عندنا مترو الأنفاق. ومترو الأنفاق في الجزائر كما هو معروف يعني ما شاء الله تبارك الله واسع، وتقريبا يغطي الكثير من أهم المناطق النقاط في العاصمة، وما زالت الآن جارية تمديد هذه الشبكة. احنا بلاد أيضا فيها التراموي، شبكة التراموي متطورة ومتقدمة وموجودة في أغلب المدن المهمة واللي فيها نسب عالية من السكان. أيضا السكك الحديدية القطار، شفنا تدشينات للكثير من المحطات والقاطرات في مختلف الولايات، والآن نزيد نشوفه الرئيس زاد مشى للصين من أجل إبرام اتفاقيات تتعلق بالنقل وفي مجال السكك الحديدية. يعني نحن موعودون بشبكة للنقل أعتقد ستكون فريدة من نوعها في إفريقيا، أعتقد ذلك. هما فالاتفاق الأول ما بين الجزائر والصين في مجال النقل بالسكك الحديدية، ومذكرة تفاهم حول إنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا، شيء رائع والله العظيم. مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي، ونحن الحمد لله بلادنا هذه السنوات الأخيرة الفلاحة عرفت قفزة نوعية، الدولة اهتمت بها كثيرا وأصبحت مداخيل الفلاحة تضاهي المجال البترول والغاز. حقيقة يعني هذا شيء يسعد ويؤكد على أننا فعلا نحن نسير بخطى مليحة ومتقدمة جدا في الاقتصاد. اتفاقية للتعاون في مجال الاتصالات، أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم في الرياضة ومذكرة للتعاون الاستثماري والاقتصادي والتعاون التجاري،
وأيضا وقعوا مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي. أيضا التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون والتبادل في مجال البحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفضاء، التوقيع على في مجال التنمية الاجتماعية والطاقات المتجددة والطاقات الهيدروجينية. يعني ما شاء الله، يعني كم كبير جدا من الاتفاقات، كل هذه الاتفاقات اقتصادية ولخدمة الشعب الجزائري، ما هيش خدم ما كانتش أو خرجت الرئيس ما هيش خرجة عدوانية كما يحاول أن يفسرها أبناء البرطوش في بوسبير. أولاد البرطوش في بوسبير يعني يتبعوا في خرجات الرئيس ويتبعوا في الخرجات الدبلوماسية على الجزائر على أساس أنه هذه الدبلوماسية عدوانية، يعني حاطين يديهم على كروشهم تبون خرج ويبدأوا الأبواق نتاعهم، التعاون العسكري، التعاون يعني في 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 بالهم فقط التعاون العسكري. ها هو كل الاتفاقيات اللي قريت عليكم الآن كلها اتفاقيات تتعلق بالتنمية، كلها اتفاقيات تتعلق بالاقتصاد من أجل تطوير البلاد ومن أجل الرفاهية. ما يعني الرئيس تبون لما خرج لروسيا وخرج للصين ما هوش حاط في ذهنه إطلاقا البرتوش بوسبير، ما هو والله العظيم أنا متأكد باللي لو كان نطلوا ونشوفوا وش كاين في رأس الرئيس عبد المجيد تبون ما كانش حاجة يسموها بوسبير ولا المروك، والله ما راه مقيمها، والله ما راه سامع بها. ولاد البرتوش وحدهم فقط رم ينبحوا يعني ظنا منهم أنه كل شيء راهم مقصودين به. أنا قلت لكم أنا في أكثر من مرة بأنه حتى الترسانة العسكرية اللي موجودة في الجزائر مش مخصصة للبرتوش، ما راناش راح نديروها لمملكة بوسبير والبرتوش، خاطينا هذوك لو كان لا قدر الله توصل بينه وبينهم مواجهات نبعثوا لهم الكشافة. هذه الترسانة اللي راه عندنا والساعقة والقوات الجوية والبحرية وذي كاع البرتوش ماناش حاسبينه، كاع رانا عاطينه ظهورنا، راه والله ما على بالنا واش راه كاين. حنا رانا هذا القوة وهذا الاستعداد لأشياء أعظم وأكبر نحاربوا بها. ما هو أعظم وأكبر؟ المروك والله ما راهم داخلين مثقال ذرة صغيرة والله ما يخمو فيه. ما أنا كي بديت نشوف في الخرجات أنا أيضا حتى لما راح الرئيس الموسكو قاعد نشوف ربما كان كلام عن اتفاق عسكري، ما كانش. الرجل راح يخدم من أجل المصانع ومن أجل الفلاحة ومن أجل الاتصالات ومن أجل النقل ومن أجل النقل البحري والصيد البحري. والله العظيم البرتوش ما هو محطوط في القائمة تاعه. في حين أن الدبلوماسية نتاعهم دبلوماسية عدوانية وخرجاتهم كلها عدوانية. يعني بعد طول انتظار يعني تقريبا عامين ولا 3 سنوات من اللي داروا التطبيع وجابوا الكيان الصهيوني البرتوش، مملكة البرتوش وبوسبير راحوا جابوا الكيان الصهيوني للمنطقة، ينتظرون وكانوا يتسولون ويشحذون الاعتراف. اعتراف بماذا؟ اعتراف بالصحراء، قال لك الصحراء الغربية لازم لنا الاعتراف نتاع الكيان الصهيوني، مش الاعتراف تاع الولايات المتحدة الأمريكية، مش الاعتراف نتاع روسيا، وموش الاعتراف نتاع أوروبا، وموش الاعتراف نتاع دول عظمى ودول كبرى ولا دول مهمة، ولا الاعتراف نتاع الكيان الصهيوني اللي هو أصلا موش دولة. احنا الجزائريين الحمد لله عندنا عقيدة فينا ما نقدروش نقوله حتى إسرائيل، لأن تسمية إسرائيل فيها ظلم للنبي يعقوب. لما احنا نسبوا هذاك الكيان نقولوا إسرائيل كأننا نشتم نبي، فاحنا ما نقولوش مستخسرين فيهم كلمة إسرائيل ومستخسرين فيهم كلمة دولة، احنا نقولوا لهم كيان عدواني، وهذه هي التسمية الصحيحة. يعني حتى المصطلح السياسي هذا هو، لأنه هذا الكيان قام على جماجم الأبرياء في فلسطين، وسبب وجوده في تلك المنطقة سبب عنصري، يعني هم احتلوا تلك الأرض لأسباب عنصرية. ما يحدث لأبنائنا في فلسطين لا يمكن أننا نغفل عليهم نقولوا ما كانش، راهم اليهود راهم يقتلوا في الفلسطينيين إلى غاية، يعني راني نتكلم معكم وراه المجازر تمشي، راني نتكلم معكم الاقتحامات تاع المسجد الأقصى تمشي. فالبرتوش مملكة البرتوش والبراطيش
الهم نتاعهم هو لازم أي واحد والله مرة أقسم لكم بالله العظيم والله إن شاء الله نلقاها غير مرة لقيتهم يجيبوا يحوسوا يجيبوا الاعتراف بمغربية الصحراء يجيبوا فيها من عند حديقة للحيوانات في إسبانيا. صدق أو لا تصدق، هذه أنا شفتها تغريدة عند أحد الصحفيين عندهم المهداوي حميد المهداوي، دارها تغريدة عنده في تويتر تاعه، تقدروا تروحوا ترجعوا لتويتر تاعه وتلقاوها. يحكي قال لهم والله غير عار كبير أنه مملكة راح تجري تجيب اعتراف من حديقة للحيوانات في إسبانيا، حابينها تعترف لهم بمغربية الصحراء. وراحوا الآن يعني الكيان الصهيوني هو حديقة الحيوانات كيف كيف، يعني تقدر الكيان الصهيوني يعني ما هو ثقل هذا الكيان في العالم؟ وإذا كان برطوش يشوفوا فيه يشوفوا باللي الكيان الصهيوني عنده ثقل. احنا الجزائر الحمد لله منذ البداية من بكري، يعني من عهد سيدي عبد الكريم المغيلي ولا من عهد سيدي بومدين الغوث، منذ قرون وإحنا اليهود ما نش دايرين عباد، ما نش نتعاملوا معهم. إحنا على بالنا باللي وش كاين، إحنا دايرين في أذهاننا باللي ناس محتلين أراضي لا يستحقونها. ومن وقت صلاح الدين الأيوبي راح مشى سيدي بومدين واللي هو دفين تلمسان وذراعه دفين الأقصى، وأيضا بعده جاء سيدي عبد الكريم المغيلي لما حاولوا أن يستحوذوا على صحراء توات، فأيضا دخل و طردهم في غزوة جاءت مباشرة بعد غزوة خيبر، يعني قال لك كاين توقفت الحروب مع اليهود حتى جاءت عبد الكريم المغيلي وأخذ غزوة تحرير توات، وهربوا من الجزائر، هربوا راحوا زادوا هربوا وأواهم الملك تاع فاس، السلطان فاس. فنحن مش كيف يعني احنا الجزائريين من بكري هذه عقيدتنا الحمد لله، يعني العقلية والمونتاليتي تاع الجزائرية ما تمشيش معهم مع الكيان الصوص، ما تمشيش ما نتفاهموش معهم، فمش معترفين بهم احنا اصلا كدوله. يعني ما لما اعترفوا لكم، يعني في رايكم لما الكيان الصهيوني يعترف بمروكيه الصحراء، حتى كلمه المغرب عندنا ما نقولوهاش في الجزائر، على بالكم عندنا ما نقولوهاش لانكم استغليتم هذه الكلمه، لانه المراركز استغلوا كلمه المغرب ولو بموجب هذه الكلمه يسرقون كل شيء، يسرقون التراث بهذه الكلمه، مع أنه الترجمة تاعها في الفرنسي في الإنجليزية والفرنسية ماروك ولا ماروكو ولا مراكش، مملكة مراكش، فهم بخبثهم ترجموها إلى المغرب. وكاين فرق ما بين المغرب وماروك، تعرفوا هالقصة هذه جزائريا في الشارع دوك الطفل الصغير يعرفها، يعني دوك حتى الأطفال يعرفوا هذه القصة. فمن المفروض نقولوا مملكة مراكش ولا نقولوا بوسبير ولا نقولوا البرطوش ولا نقول نعطوها أي اسم، المهم نقولوا لاش المغرب، خاطر كي تقول المغرب تظلم معك الجزائر وتظلم معك تونس وتظلم معك ليبيا، هذا ظلم. يعني كيما نقولوا المشرق، كي نقولوا المشرق وش يشمل؟ يشمل مصر ويشمل الأردن ويشمل الخليج ويشمل الشام، هذو كامل نسموهم بالمشرق. ايضا الجزائر وليبيا جهه المشرق والمغرب، فالمغرب هو كل المناطق اللي جايه في شمال افريقيا، وفي الناحيه الشرقيه منين يسموه مشرق. المراركة من خبثهم سموه المغرب، سموه على البرطوش تاعهم في الترجمه، يعني في الفرنساويه ماروكو، بالعربيه عجب والله غير عجب مسمينها المغرب، عجيب، ترجمه عجيبه. فالغاية من هذه الترجمة الخبيثة هو الاستحواذ على تراث الآخرين. ثم برطوش أنتم موجودين في قحقوح إفريقيا، والله ما تسألوا حاجة لا في الجزائر لا في غيرها، عندكم هذيك الكوانة اللي كاينة في القحقوح من فوق تاع إفريقيا، هذيك شوية هذيك تاعكم، وإحنا رانا كنا نحسبكم تسترجلوا شوية تجي تروحوا تجيبوا سبتة ومليلة، عدتوا حاطين عينيكم على الصحراء. والله مشيت أنا هبلت في الموضوع، نعاود نرجع للموضوع. فالبرطوش راحوا جابوا الكيان الصهيوني زعما باش يشرعنوا وجودهم في الصحراء الغربيه. اعتقد انا جازي من هذا 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 تفكيري، انا افكر هكذا انه هذا الاعتراف هو الذي سوف يقضي على احلام مملكه البرطوش في الصحراء الغربيه. وتذكروا كلامي جيدا، هذا يسموه التخلاط، هذا يسموه اللعب.
هذه لو كان جد يكون جد دول يعني قوية وذات سيادة معترفها وقال فاتحة قنصلية في العيون ولا في الداخلة ولا في أي مكان من الأراضي المحتلة، قال يا ودي يعني بصح أنتم جبتوا مجرم حطيتوه في المنطقة وحابين تفتحوا أفتحوا له سفارة ولا أفتحوا له قنصلية وتشوف وسوف ترون. هذا الكلام أنا أقوله من بناء على استشراف، على استشراف الكلام اللي نقول فيه هذا استشراف، والله ما هو يعني أنا أرى نشوف البعيد أنه هذا الخطوة سوف تقضي على أحلام المراركة في الصحراء الغربية، وهو المسمار الأخير في النعش نتاع أحلامهم في الصحراء الغربية، هم بهذا دقوا مسمار أحلامهم. ما هكذا الناس تطالب بأراضي ولا تجيب أراضي؟ نعرفوها احنا، كاين عندك يجيبها عن طريق الفتح، عن طريق الغزو، عن طريق الوضع اليد، عن طريق يعني كاين عن طريق الضم، عن طريق كيف القانون الدولي فيه بزاف الآليات اللي تجيب بها الأراضي، تحصل بها على أراضي. الآلية هذه اللي مستخدمينها مع الصحراء الغربية، بوزبير تستخدم فيها مع الصحراء الغربية، هذه ما فاتتش علينا احنا من قبل، ما فاتتش مشنا احنا ما قريناهاش في القانون الدولي، مشناهاش في صايرة في العالم الا عند بوزبير. وأني قلت لكم يعني الكيان الصهيوني بالذات هو المسمار الذي يدق على نعش المنطقة، لأنه وجوده سوف يلهب المنطقة وسوف يشعل المنطقة. وإن غدا لناظره قريب، أنا راني نشوف فيها كي معك، راها دول الساحل، راها كاينة جماعات وراها كاينة أمور، يعني كاين هذه عملية، هذه شرعنة لما سيحدث مستقبلا من مآسي، أنا نسميها مآسي لأنه تخلاط، هذا يسموه التخلاط. الكيان موجود، الكيان الصوص موجود في فلسطين وموجود في الأراضي المحتلة، كان محاصر في هذه المنطقة، محاصر فعلا بالمعنى الأتم لكلمة حصار. أي نعم هم حاولوا ما يسموا بناء ما يسمونه دولة، وعند هذا كما يقولوا راهم هم يقولوا البراطيش راهم يقولوا، إحنا راه عندنا رأي آخر، راهم يقولوا باللي الكيان الصهيوني عنده داير دولة قوية وجيش قوي وكذا، يقولوا هم يقولوا، احنا رانا شايفين شيء آخر، احنا ما شايفين جيش قوي لا والو، احنا شايفين باللي ناس غير تطلق صفارة انذار يدخلوا تحت الأرض. هذه اللي رانا نشوفوا فيها احنا، رانا نشوفوهم يقولوا عندنا ستار حديدي وما ستار حديدي، احنا نشوفوا في المقاومة بإمكانياتها البسيطة والهزيلة راهي مرمدتهم راهي مبهدلتهم. احنا رانا نشوفوا في كيان الصوص هذا عبارة عن بلد أو كيان فيه الفساد إلى درجة أنه رئيس هذا اللي راه موجود، رئيس الوزراء نتنياهو هذا اللي راه موجود، راه غير يكمل، عندهم أي رئيس وزراء يحكم رئاسة الوزراء غير يكمل الفترة نتاعو يدخل الحبس، يدخلوه للسجن بتهم الفساد، الفساد والتحرش هذه أي خي مانيش نجيب من عندي. والمرت هذاك راه في الحبس وراه ماشي، يعني عندهم دائما هما بيناتهم راهم خلطة قضايا الفساد وقضايا، هما راهم دايرين في بالهم باللي هذيك راه دولة العدل والقانون. بصح كون تروح للصهاينة في حد ذاتهم واليهود في حد ذاتهم يقول لك اودي راه عندنا مشاكل، مشاكل ما تتلم، وراهم عايشين في فترة الضعف تاعهم، يعني مش فترة كانت واحد الوقت. وانا قلتها لكم انا حسنين هيكل المحلل السياسي، حسنين هيكل الله يرحمه الصحفي الاعلامي الكبير يعني اللي تعلمنا وقرينا الكتب تاعه، كان يقول حسنين هيكل بأنه من الخطأ أننا نتصور أنه أمريكا في يد إسرائيل، يعني أنه الكيان الصهيوني هو اللي يسير في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا خطأ. الأصح هو أنه أمريكا هي التي تسير الكيان الصهيوني ودايرتها بعبع في المنطقة، تخوف به الخليجيين تبتزهم وتخوف به فهذا العلاقة تقريبا انقطعت، ما ولاتش كاينة، يعني ما ولاتش الأمريكان تعول كثيرا على الكيان الصهيوني، خاصة في السنوات الأخيرة بعد ما الأحداث اللي وقعت في العراق ووقعت في سوريا ووقعت ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية بجيشها، يعني هل استعانت بالجيش تاع الكيان الصهيوني ولا بالأسلحة تاع الكيان الصهيوني؟ الولايات المتحدة الأمريكية لما جت غزات العراق غزاته بجيشها ودارت القواعد العسكرية عندها للأسف الشديد عند الأشقة، للأسف الشديد يعني احنا نقولوا للمحسن احسنت وللمسيئة، يعني كانت عندها قاعده في قطر وكانت عندها قاعده في المملكه وكانت عندها قاعده في الكويت، للأسف فما هيش محتاجه، يعني ما كانش شيء كبير تنتظروا
الولايات المتحدة الأمريكية من الكيان الصهيوني، كاين بعض الروابط البنكية والأموال وروتشيلد إلى غير ذلك، أعتقد أنها ولات من الماضي، ولات من الخرافة. أنا راني نشوف باللي كيان هزيل وضعيف يحاول يتغذى من جبن وخوف الحكام العرب اللي مازالوا يعتبروه بعبع، لكن المقاومة والأطفال تاع فلسطين ثقوا به، والجزائر ثاني فايقة به، الجزائر ثاني على بالها بلي ما كاين والو، كي هما كي البرطوش، كي الكيان الصهيوني كي البرطوش في زوج، مخوفتهم إيران واقفة في المنطقة دايرة لهم الرعب. راحوا داروا منتدى النقب، قال لك باه نزيل تمدد إيران، حتى إيران ما هي تتمدد ما والو، إيران هي دايرة القوة نتاعها وراهي قاعدة مريحة. فهم حابين داروا هذه تاع النقب، راحوا وشكون اللي راحوا هرولوا للنقب؟ الدول الضعيفة، يعني الدول اللي مازالت عندها رؤية محدودة. هاي السعودية تفطنت، المملكة العربية السعودية تفطنت أنه القوة ما هي عند الأمريكان، ما هي عند الكيان الصهيوني. الأمريكان حتى الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بالداخل اللي عندها، وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية أسقطت الكثير من الأقنعة، أسقطت الكثير من الأقنعة. ناس كانت تشتغل بالبروباغاندا، كانت تشتغل بالدعاية الحربية والدعاية الإعلامية، كنا نتصور أنه فعلا الأمريكان والكيان الصهيوني هم سادة العالم. ظهروا الآن ما هم سادة العالم، مول ما عندهم حتى شيء، زيهم زي الآخرين، فقط مسألة تاع خلايا. الجزائر أدركت هذه المعادلة، راهي ماشية نحو حلفاء استراتيجيين بدراهمنا بأموالنا، مش صدقة ولا زكاة ولا يسيطرون على القرار. عندنا ما كاش اللي يسيطر على القرار الجزائري، حتى لفامي ما عندناش ما تربطنا بها دولار واحد، ما يربطناش به لفامي، صندوق النقد الدولي. الجزائر ما كانش دولار واحد يربطنا بصندوق النقد الدولي، في حين أنه بوسبير وبرطوش هذون، مملكة البرطوش دوكا تسميها البرطوش، صراحة جاتني البرطوش خفيفة على بوسبير. البرطوش دوكا راهم مقيدين مخنوقين بين صندوق النقد الدولي، ما يقدروا يسيروا المنظومة التربوية نتاعهم كما يحبوا، ما يقدروا يسيروا المنظومة الأمنية نتاعهم كما يحبوا، ما يقدروا الإعلامية إلى غير ذلك. الجزائر الحمد لله احنا متحررة من كل شيء، حتى يعني ارتباطنا بفرنسا اللي كان نتيجة حكام فاسدين فيما سبق، جاءوا الرجال اللي قطعوها، قطعوا الطريق على فرنسا، بقى على خير، ولات آخر بلد يمكن أنه الجزائر تعطيه قيمة. يعني كما شفتوا الرئيس حد ما يتبون في الوجه، يعني والله العظيم في الوجه، أنا شفتها يعني ألغز زيارة في الوجه، منجيش أنا جاي، وبعد قال ما نجيش سيبوني رايح روسيا وعندي عندي خدمة في الصين، وبعد أنا رايح لإيران مانيش مشغول بكم. وراكم تشوفوا هذا التعاون الاقتصادي، بكري كانت فرنسا لما كان الفساد وكانت العصابة، كانت فرنسا هي اللي محتكرة هذا السوق، محتكرة النقل ومحتكرة الاتصالات ومحتكرة الآن لا، تمشي معايا في شراكة نتاع رابح صح، تاع تجي ديروا ثرواتكم على ظهورنا وتسرقوا، كيما راه صاير عندهم في المروك، داير مصنع تاع سيارات الريع نتاعو كامل يروح لفرنسا، يعني حتى العمال اللي يخدموا في المصانع تاع السيارات وفي مصنع السيارات تاع فرنسا يتقاضون اجورا زهيده. هذاك العرض احنا كان موجود هنا في الجزائر، خطره الناس شافوا البرنامج تاع شقيري احمد شقيري ولا شيء من هذا القبيل، شتم يحكوا عليه في تيك توك بزاف، قال راح ومبهر بالمصنع تاع المروك، وراك غلط، صحوا له الشقيري هذا اللي يعرفوا روح يصحح له المعلومه، او مش مصنع مروكي، او هذاك مصنع فرنسي، الامتيازات والاخرى كلها رايحه لفرنسا، ماهيش شراكه تاع رابح. هذاك المشروع عرض حتى على العصابه في وقت العصابه، عرض هذاك المشروع على الجزائر والجزائر رفضته، رحنا درنا مصنع تاع نفخ عجلات وما درناش هذيك الشراكه تاع ما كانش، مش كيف حتى المصنع الان اللي راه موجود هي رايحه الخيرات نتاعو والريوع نتاعو كامل رايحه لجيب الملك ورايحه لفرنسا، حتى العمال اللي يخدموا ثم يتقاضون الاجور الزهيده الميته وما كانش احيانا، يعني كي رحت تبعت لقيتهم باللي المعاناه نتاعهم ازليه، فما يبلعطوناش، ما تروحش معايا انا بعيد في هذا الموضوع. الشراكه الحقيقيه في المجال الاقتصادي هي الشراكه تاع رابح، انا واش راح نستفيد منك تجي تخدم تدير مشاريعك ودير كذا امورك، انا الجزائر واش راح تستفيد؟ صح البنيه التحتيه تتقدم وتتطور، لكن الريع ما تديش منه. لا
فأنتم مرة جبتوا الكيان تاع الصوص ظنا منكم أنكم هذا تحالف وهذا هذا انتصار. والله والله ونزيد نعود نقولها لكم، هذا هو المسمار الأخير الذي يدق في نعش أحلامكم بما يسمى بالصحراء، كانش من الصحراء المغربية، هذه بشرى لأهل الصحراء الغربية. قبل ما نختم، حتى أهل الصحراء الغربية رجالة رجالة، راك جبت لهم فتحت لهم باب هايل باه يبينوا فيه، يعرفوا في من يبردوا زعافهم ويجيبوا الأجر. كلامي واضح وصريح لا يحتاج إلى الكثير من الاجتهاد لفهمه. كان هذا لقاءنا لنهار اليوم، نلتقي إن شاء الله في الغد وموضوع جديد. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.